حاسس ان حياتك بقت صعبه ومليانه ضغوط؟ حاسس ان انت كمان قلقان على اولادك ومش عارف ازاي تخليهم احسن منك؟ حاسس ان علاقتك بشريكه حياتك مليانه تحديات؟ حاسس ان انت في ضلمه ومش عارف تخرج للنور؟ كل ما تسهل الامور وكل ما تيسرها كل ما حياتك تبقى مليانه بالراحه والطمانينه وراحه البال. تعالوا مع بعض نعيش في برنامج ولا تعسروا، نعيش مع بعض عشان نطبق وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولا تعسروا مع الدكتور عمرو الورداني من السبت إلى الأربعاء الثانية ظهرا على قناة مصر الأولى.